إغلاق أول مخيم للنازحين في العراق، هل الأوضاع الأمنية تسير في الاتجاه الصحيح؟ واشنطن مستعدة للحوار مع بيونغ يانغ، هل في الرياضة مفتاح حل الأزمة الكورية؟ وما هو الرابط بين الإرهاب والصداع النصفي عند الأطفال؟ مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم استديو الآن، حلقة جديدة أقدمها لكم مباشرة من استديوهاتنا في دبي، ومتابعة لتقاريرنا من العراق. انطلقت رحلة نزوح معاكسة لنازحين عراقيين يعودون إلى ديارهم بعد أن تم إغلاق أول مخيمات النازحين في محافظة الأنبار غربي العراق وفي البلاد عموما. التفاصيل نتعرف عليها ضمن استديو الآن. اليوم وزارة الهجرة والمهجرين تعلن غلق فرع الأنبار، تغلق أول مخيم في النزوح في محافظة الأنبار، هو مخيم النازحين في الكيلو 18 الثاني، حيث بلغ العدد آخر عوائل في هذا المخيم هو 68 عائلة. سوف تغادر هذا المخيم، سوف يغلق باب المخيم. في استديو الآن أيضا، هل فكرت يوما بامتلاك مصرفك الخاص؟ ربما لم يعد ذلك حلما يصعب تحقيقه. منصة باب تتيح امتلاك مصرفك الخاص عبر تطبيق على هاتفك الذكي. طبعا أول ما جئت على بريطانيا كأي طبعا مهاجر محتاج أفتح حساب بنكي لأول مرة في بريطانيا. طبعا للأسف البنوك هنا عندها سياسة بأن ما تفتح حسابات إلا الأشخاص الذي عندهم تاريخ في بريطانيا أو عندهم عنوان ثابت. باب هو مجرد يعني السوشيال أب، يعني زي مثلا واتساب. تتطلب الحروق رعاية طبية عاجلة فورية لمنع حدوث مضاعفات قد تؤدي للموت، هذا ما سنتعرف على تفاصيله في الفقرة الطبية. اليوم بنتكلم عن الحروق وأسباب الحروق. الحروق يمكن أنتم تعرفون عن مجرد معلومات بسيطة، مجرد آثار أو حروق بسيطة ممكن تصير لكم في البيت أو في العمل، مجرد ماي حار انصب على إيدكم، لكن الحروق أكبر من كذي. عندنا نحن عدد كبير من المرضى اللي يدخلون عندنا القسم لأسباب مختلفة ولمواسم مختلفة. مثلا خلال الفترة هاي، فترة الشتاء، أغلب الناس يروحون للبر أو يروحون يعني أماكن برا البيت، أماكن بعيدة، ويكون يلبقون ضوء، يسوون باربيكيو، هالأمور. بموجز الأنباء، قتل شخص وأصيب آخر في انفجار لم يحدد مصدره بعد، وقع صباح الأحد قرب مدخل مترو في مدينة ستوكهولم، وفقا للشرطة التي استبعدت في الوقت الراهن أن يكون ذلك عملا إرهابيا. وقد أصيب رجل في العقد السادس من العمر ونقل إلى المستشفى بحال حرجة، لكنه توفي بعد الظهر كما أعلنت الشرطة على موقعها الإلكتروني. وأغلقت مطار المترو والساحة أغلقت للسماح لخبراء المتفجرات لتأمين حماية الأماكن. في أكثر من مديرية ومدينة شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا عسكريا في اليمن بين ميليشيات الحوثي الإيرانية وقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي، فقد شنت هذه القوات قصفا على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في مديريتي الخوخة وباجل في جبهة الساحل الغربي لليمن، أسفرت عن قتل 23 مسلحا من ميليشيات الحوثي. قال وزير الأمن البريطاني إن حكومته فقدت أثر نصف عدد البريطانيين الذين سافروا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وأن تحركاتهم في الوقت الحالي لا يمكن توقعها. وكشف الوزير البريطاني عن أن العدد المعلوم لدى الحكومة البريطانية للبريطانيين الذين سافروا لسوريا للانضمام لداعش يقدر ب 800 بريطاني، نصفهم مجهول الأثر والنصف الآخر
قتل منهم 160 شخصا وهرب بقيتهم إلى تركيا. وقال الوزير إن عددا من الذين ذهبوا لسوريا فقدت الحكومة البريطانية أثرهم لدى وصولهم لوادي الفرات بسوريا، وهي منطقة يصعب على القوات البريطانية الموجودة بالمنطقة الوصول إليها لتتبعهم لخضوعها لسيطرة النظام السوري. ورغم ذلك أكد الوزير البريطاني أن حكومة بلاده ستتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة خطر العائدين من داعش، سواء كانوا من داخل بريطانيا أو من خارجها. هذا وتتخذ بريطانيا إجراءات مشددة لمنع قيام العائدين إليها من سوريا بأعمال إرهابية، من ضمنها اقتراح لحزب استقلال المملكة المتحدة بإعادة عقوبة الإعدام في بريطانيا وتطبيقها على المتورطين في قضايا إرهابية. أوقف النظام الإيراني 90 طالبا جامعيا على الأقل منذ بدء التظاهرات المناهضة للنظام قبل أكثر من أسبوع، في الوقت الذي تستمر التظاهرات في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية. وكشف عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني محمود صادقي أن مصير 10 طلاب من بين الموقوفين لا يزال غامضا، وأشار إلى أن التحقيقات حول مصيرهم لا تزال مستمرة، وأن الجهة التي أوقفتهم ما زالت مجهولة. ولفت صادقي إلى أن المعلومات التي حصلوا عليها من وزارة التعليم العالي تفيد بأن العديد من الطلاب الذين تم توقيفهم لا علاقة لهم بالتظاهرات. قالت مصادر في الشرطة الأفغانية أن ما لا يقل عن 14 مسلحا من تنظيم داعش قتلوا جراء قصف جوي استهدف أحد مواقعهم بمحافظة لاجمان شرقي البلاد. ووفقا للمعطيات التي أوردتها الشرطة فإن العملية نفذت، وكان من بين قتلى التنظيم قائدان ميدانيين. ذكرت وزارة الوحدة في سول أحد أن كوريا الشمالية أرسلت قائمة بوفدها لاجتماع نادر رفيع المستوى مع جارتها الجنوبية هذا الأسبوع. واتفقت الكوريتان الجمعة الماضي على إجراء أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع أن تبحثا مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل. ألحق مرور عاصفتي كارمن وإليانور في فرنسا أضرارا بأكثر من 150 ألف شخص، تقدر تكلفة التأمينات عليهم بحوالي 200 مليون يورو، كما أفاد تقدير أولي للاتحاد الفرنسي للتأمين. وأوضح بيان لأبرز منظمة في قطاع التأمين في فرنسا أن هذه الأرقام يمكن أن تتطور بالنظر إلى مخاطر الفيضانات التي لا تزال مستمرة. أفراد من البسيج في إيران يحرقون هوياتهم وينضمون للمحتجين، التفاصيل بعد قليل. بكتب اسمك يا حبيبي يا الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق. سمعينا شغله زوجي. نعم. احس انه من زمان تغني من ايام اصاله. ايوه لا يعني من ايام احلام واصاله. معروف عنك كثير صريحه، يعني اللي بتحبيه بتحبيه وبتحبي تقعدي معه، واللي ما بحبه ما بحبه بزياده. انا احب احترم راي الاخر، يعني والاخر يحترم رايي. ما استمتعت بولادك؟ احسن حاجه في الدنيا الولاد. فين مايكروفون؟ الصوره بالقلب، انا مكتوب اسمها محفور مش مكتوب. سقف والله لازم. صولا الليله الساعه 8 مساء بتوقيت السعوديه على تلفزيون الان. Someone on this train does not belong. All you have to do is find them. If I identify them, someone on this train is going to kill them. I didn't agree to this. I'm done playing games. أهلا بكم من جديد.
تتواصل الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية ومرشدها في عدد من محافظات البلاد، فيما عرض موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على حسابه في موقع يوتيوب عرض تسجيلات لأفراد في الباسيج وهم يحرقون هوياتهم العسكرية معلنين انحيازهم للتظاهرات التي تجتاح إيران. ووثق عدد من أفراد الباسيج في تسجيلات مصورة إحراق هوياتهم العسكرية معلنين بذلك انشقاقهم عن النظام القمعي وانحيازهم لمطالب المتظاهرين. تعليقا على ما يحدث في إيران، قال مدير مركز الدراسات الإيرانية في لندن علي نوري زادة إن عقيدة ولاية الفقيه التي فرضت على الشعب الإيراني خاطئة، مشيرا إلى أنها وقفت عائقا أمام إصلاحات الرئيس روحاني وتطلعاته في البلاد. أعتقد عقيدة ولاية الفقيه عقيدة خاسرة جدا. نحن في قرن 21، هل ممكن أن يصدق رجل ولو في غابات بوركينا فاسو أن يحكمه رجل باعتباره نائب إمام الزمان، باعتباره ظل الله على العرض؟ لا يمكن. خامنئي يقرر لـ80 مليون إيراني، ملايين منهم الأكثر أهلية من أكثر علما لإدارة البلاد، فهو يقرر. الحكومة، حكومة خاتمي، أرادت إجراء بعض التغييرات، منعه خامنئي وجاء بأحمدي نجاد ودمر أحمدي نجاد البلد، والآن جاء بروحاني ولكن لا يسمح لروحاني أن يتحرك. كل ما يقترب روحاني من أحد تنفيذ أحد بنوده، كل ما نرى أن جهات مرتبطة بولي الفقيه تمنعه وتصد حاجزا أمامه وترفع حاجزا أمامه وتصد لتطلعاته. فلذلك رئيس الجمهورية في إيران رجل هامشي، ينتخبه 20 مليون إيراني ولكن شرعيته مرهون بتوقيع الولي الفقيه. أغلقت الحكومة العراقية أول مخيمات النزوح بعد عودة نزلائه إلى ديارهم في الأنبار غربي العراق. السلطات العراقية قررت إغلاق هذا المخيم بعد أن استكملت عملية تأمين وتطهير آخر المناطق التي تم تحريرها من احتلال داعش في غرب العراق. مراسل أخبار الآن وسام يوسف لديه تفاصيل في هذا التقرير. بعد 3 سنوات من النزوح قد انطلقت رحلة العودة إلى الديار. هؤلاء العراقيون كانوا نزلاء في مخيم الكيلو 108 في محافظة الأنبار غربي العراق، والذي أواهم أول مرة، واليوم تعلن الحكومة العراقية إغلاقه بعد فترة قليلة من إعلان النصر على داعش في العراق. نحن واقفون في مخيم الكيلو 18، تم ونعلن رسميا إغلاق هذا المخيم، أول مخيم يغلق في محافظة الأنبار بعد موجة النزوح والتهجير التي عانت منها ما عانى أبناء هذه المحافظة الكريمة. هذا المخيم كان يحتوي على 500 عائلة تقريبا أو أكثر، تم نقلهم إلى مناطق سكناها من المناطق الغربية. فرحة الأهالي هنا في هذا المخيم وشوقهم للعودة إلى مناطقهم منعتهم من الحديث أمام الكاميرات، لكن هذه المشاهد ربما تغني عن 1000 كلمة. اليوم العمل متواصل إن شاء الله لإنهاء هذه المعاناة. هنا خطة أيضا إن شاء الله لغلق كافة المخيمات الموجودة في المحافظة. ليس يكون هذا أول مخيم، سوف خلال الأيام القادمة إن شاء الله سوف تغلق جميع المخيمات وينتهي ملف النزوح في المحافظة. جميع هؤلاء النازحين هم من مناطق غربية الأنبار والتي تمكنت القوات العراقية من تحريرها، وبعد تطهيرها وتأمينها مؤخرا يبدأ النازحون رحلة معاكسة وإلى ديارهم هذه المرة. اليوم وزارة الهجرة والمهاجرين تعلن غلق فرع الأنبار، تغلق أول مخيم في النزوح في محافظة الأنبار، هو مخيم النازحين في الكيلو 18 الثاني، حيث بلغ آخر عوائل في هذا المخيم هو 68 عائلة. سوف تغادر هذا المخيم، سوف يغلق باب المخيم هذا اليوم عودتهم إلى مناطق سكنهم الأصلية في غرب الأنبار.
أكثر من 5 ملايين نازح هو ما خلفته الحرب على داعش، لكن الأرقام تشير إلى أن أكثر من 80% من هذا العدد قد تمت إعادتهم إلى مناطقهم بعد أن جرى تأمينها. ومن المؤمل أن تستكمل عمليات إعادة جميع النازحين وإغلاق مخيماتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة. معي عبر الأقمار الصناعية من بغداد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور عماد علو. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عماد. إذا نتحدث بالتقرير، ذكر بأنه في الأيام القليلة المقبلة سيتم إغلاق المخيمات الأخرى التي كان قرابة 5 ملايين نازح فيها. هل نفهم من هذا تقريبا انتهاء عمليات تأمين وتطهير المناطق؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني لا تزال الجهود تبذل من أجل تطهير المناطق الأخرى يعني من المخلفات الحربية ومن الخلايا النائمة أيضا. يعني بالأمس وأول أمس شهدنا عمليات تطهير واسعة وتفتيش في مناطق جنوب غرب كركوك، في مناطق الحويجة والعباسي، ووصولا إلى جبال حمرين، وهذه تشمل قرى ومناطق سكنية عديدة لجأ سكانها إلى مخيمات النزوح، إضافة إلى أن المناطق الأخرى التي لا يزال نازحون موجودون في مخيمات النزوح لم يتم إعادة تأهيلها من الناحية العمرانية وتأمين الخدمات والبنى التحتية، لأنه تعرضت إلى دمار كبير، خاصة البنى التحتية من يعني شبكات الماء والمجاري، مما يعيق عودة السكان إليها والمعيشة فيها. لكن الجهود مستمرة بدعم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقوات التحالف لرفع هذه الأنقاض وإعادة البناء تقريبا لم يعد. نعم. بعد طيب نعم هناك يعني أعداد. نعم طيب بهيومن رايتس ووتش كانت قد قالت بأنه في اعتقادات، يعني بعض العائلات يمنع عودتها بسبب اعتقادات بأن يكون لها صلة بداعش من خلال طبعا مندسين وما إلى ذلك. هل لدينا معلومات دكتور عماد بهذا الصدد؟ بالحقيقة ليست يعني هذا المبرر الوحيد الذي قد يطرح اليوم على يعني أو يكون عائقا أمام عودة بعض النازحين إلى مناطقهم، ولكن هناك يعني ثأرات عشائرية وعائلية، مشاكل مجتمعية نجمت عن انضمام أعداد من أبناء العشائر أبناء العوائل إلى تنظيم داعش الإرهابي، ولا زالت هذه المسألة تقلق المجتمع العراقي لأنه ستؤدي إلى مشاكل اجتماعية. هنا يبرز دور شيوخ العشائر، دور منظمات المجتمع المدني، دور شيوخ وأئمة المساجد في تهدئة الأوضاع والقيام بأعمال تؤدي إلى عودة اللحمة والوئام المجتمعي إلى المناطق التي تعرضت إلى هذه الأزمة الأخلاقية الخطيرة التي أدت إلى إسالة الدماء وبين العوائل وبين العشائر. وهذه مشكلة يعني تنتشر ليس فقط في غرب العراق وإنما في وسط وشمال العراق، هناك العديد من هؤلاء لا تزال عوائل يعني تشعر بقلق. العدالة الانتقالية ضرورية جدا. صحيح. على الحكومة العراقية والمجتمع الدولي أن يعني يفرض العدالة الانتقالية لتعويض الذين تضرروا والاقتصاص من الذين نعم تلوثت أيديهم بدماء العراقيين بدون مبرر. نعم دكتور. نعم. عماد بموضوع أيضا يعني في الكثير من النازحين وصفوا الحياة ما بعد داعش، وهذه نقطة مهمة جدا الوضع. ما بعرف إذا حضرتك كمان زرت أي من المناطق التي كان يحتلها داعش، لي يعني إذا أردنا أن نضع عنوانا على الأقل أو بتفاصيل كعراقي كيف اختلف عليك الوضع ما بعد داعش وما قبله. يعني بالحقيقة الوضع اليوم نحن المعايير التي نعتمد عليها هي النتائج وما نلمسه اليوم على الأرض.
هناك بالتأكيد تحسن أمني واضح بالنسبة للأوضاع الأمنية على صعيد الأمن، لأنه انحسرت العمليات الإرهابية بشكل واضح، هناك سيادة واضحة للقانون ومحاولات لإعادة لم اللحمة الاجتماعية في المجتمع العراقي. الدرس الذي تعلمه العراقيين من تجربة احتلال تنظيم داعش لأراضي شاسعة من العراق يعني يبدو أنه درس لن ينسوه، وأعتقد أنهم سيحافظون على وحدتهم، تكاتفهم الاجتماعي. التوترات المذهبية والطائفية لم تعد هي التي تطفو على السطح أو التي يتداولها المجتمع كما كان سابقا. اليوم هذه المسألة أصبحت من الماضي وتركها العراقيون، ينظرون إلى مستقبل زاهر، يعملون من أجل مستقبل أجيالهم وأولادهم وأطفالهم الذين هم كانوا المتضرر الأكبر نتيجة الدمار الذي لحق بالمدارس وبالبنى التحتية التي هي التي تؤمن مستقبل هؤلاء. وبذلك هذا الدرس الكبير تجاوزه لابد أن يتم بتعاون بين المجتمع العراقي وبين الحكومة العراقية، وأيضا بين منظمات المجتمع الدولي الذي دفع العراقيون دماء كثيرة من أجل القتال عوضا عن المجتمع الدولي. اليوم المجتمع العراقي ينتظر من المجتمع الدولي دعم كبير لإعادة بناها التحتية ولتعمير ما دمره تنظيم داعش الإرهابي من مدن ومن قرى ومن وسائل نقل وطرق مواصلات كبيرة. هذه تؤثر على التنمية المستدامة وعلى مستقبل الأجيال، حتى نمنع أي ثغرة أو أي مجال لعودة هذا التنظيم إلى المجتمع العراقي. أنا أشكرك جزيلا عبر أقمار صناعية، كنت معنا من بغداد الخبير شؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور عماد علو، شكرا. ونحن باقون معكم مشاهدينا لنتابع بعد فاصل قصير. انتكاسات عسكرية للحوثيين على جبهات عدة. أهلا بكم من جديد. تصعيد عسكري شهدته الساعات الأخيرة في اليمن في أكثر من مديرية ومدينة، مع تعرض الحوثيين لانتكاسة عسكرية في أكثر من منطقة، إذ سلم قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات الحوثية إبراهيم عذاب سلم نفسه مع 50 مسلحا آخرين لقوات الشرعية في جبهة الساحل الغربي بعد معارك عنيفة مع قوات الشرعية في مديرية حيس، كما اشتعلت معارك في محافظة الجوف في كل من مديريات الشعف وخب، وأسفرت عن قتل القيادي الحوثي البارز عيسى بحيش. هذا وخيم التوتر أيضا على مديرية النادرة بمحافظة إب وسط اليمن بسبب حصار الحوثيين لمنزل القائد السابق لقوات الأمن المركزي في عدن اللواء عبد الحافظ الثقاف والتهديد بتفجير منزله. كذلك نجحت قوات الشرطة اليمنية في عدن في إيقاف مخطط للحوثيين لنقل مواد إيرانية محظورة تستخدم في صناعة القذائف والمتفجرات إلى صنعاء. معي من الرياض لواء محمد جميع الخضر وكيل جهاز الأمن القومي اليمني. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. أمس كنت تتحدث معنا في برنامجنا عن موضوع من يسلم نفسه، الأعداد التي تسلم نفسها من الحوثيين للقوات الشرعية. نتحدث اليوم عن قائد جبهة الساحل الغربي مع 50، يوما بعد يوم نتحدث عن أعداد كبيرة متزايدة سيد محمد، يعني أمس عن أي عدد كنا نتحدث؟ أولا أهلا وسهلا بكم وشكرا على إتاحة الفرصة لنا. أهلا وسهلا. وبالنسبة للأحداث المتسارعة، طبعا بدأت تتهاوى الجبهات تلو الأخرى بدءا من بيحان في شبوة في نهاية العام الماضي في ديسمبر، وجاءت ضربات ساحقة للمجامع الحوثية الموجودة في مناطق من بيحان، وتم تصفيتها عن بكرة أبيها، وتم اعتقال أو حجز ما يقارب أكثر من 100 شخص من الحوثيين، وقتل المئات منهم، والاستيلاء على سلحة التي خلفوها بعدهم،
وتمت ملاحقتهم إلى أطراف البيضاء، ولا زالت العمليات تجري هناك البيضاء لإلحاق الهزائم بهم سبل الهزائم. تعاون كبير من قبل المواطنين، من قبل المقاومة الشعبية مع قوات الشعب، مع القوات الشرعية، ومع الإسناد القوي المعطى من أخواننا في طيب الوتيرة المتسارعة هذه لسيادة اللواء، الوتيرة المتسارعة لموضوع من يسلم نفسه من الحوثيين في مقابل أيضا تصعيد في المعارك، في معارك مستمرة إن كان في حيس نتحدث عن مديريات شعب وغب وغيرها، كيف تؤثر في سير المعارك؟ طبعا جبهة الساحل الغربي تجري فيها عمليات من خلال القوات المشتركة اليمنية والقوات التحالف، وبدعم وإسناد من طيران التحالف السعودي والأماراتي. وهناك بعض الصعوبات في البداية واجهت القوات، وهي موضوع الألغام وزراعتها، باعتبار منطقة حيس من الخوخة حتى حيس في حدود 50 كيلومتر بها مناطق لتهريب السلاح الموجودة في هذه المنطقة الساحلية، ويستميت الأعداء عندها باعتبارها ثغر مهم جدا لتهريب الأسلحة، وخسائر كبيرة في صفوف العدوان من يوبها. وتم تسليم بعض العناصر منهم كما ذكرت، 50 شخص مع قائد المجموعة المتمردة من الحوثيين. وهذا يأتي لأنه الآن تصدع الوضع بينهم نتيجة الخلاف مع الحرس الجمهوري بعد مقتل صالح، تهاوت بعضياتهم. تصدع الخلاف بين هؤلاء وأفراد الميليشيا الآخرين، يعني هنا كان سؤالي سيد محمد وذكرت الموضوع حضرتك، يعني من يسلم نفسه اليوم هو انطلاقا من أنه إما الموت أو الاعتقال فضل الاعتقال، أم بسبب يأس من الميليشيات إن كان الناحية العسكرية ما يرونه على الأرض من خسائر أو حتى من الناحية المعنوية؟ هي الأسباب مشتركة طبعا عند الناس، ولكن غالبها اليأس القائم من القيادات اللي تقودهم، أن القيادات تعمل على طريقة الانتحارية الغير مؤدية إلى هدف، فإذا هم بهم إلى محرقة النار في وجه المدافع الشرعية ودباباتها وطيران التحالف أيضا. أنا أشكرك. من الرياض كنت معنا عبر الهاتف لواء محمد جميع الخضر وكيل جهاز الأمن القومي اليمني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على الحديث مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، معربا عن أمله في أن تجلب المحادثات الوشيكة بين الكوريتين نتائج إيجابية. وصرح ترامب في مؤتمر صحفي عقده في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بولاية ميريلاند أنه يؤمن دوما بالحديث، مضيفا أنه إذا خرج شيء من هذه المحادثات سيكون ذلك شيئا طيبا للبشرية كلها وستكون بداية كبيرة على حد تعبيره. في خطوات متسارعة أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أرسلت لائحة بأسماء أعضاء وفدها إلى المباحثات الكورية المنتظر إجراؤها الثلاثاء المقبل، والتي ستتطرق خصوصا إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية من 9 إلى 25 من شباط فبراير المقبل. المزيد حول هذه المباحثات المرتقبة في التقرير التالي. بعد سنتين من المناوشات، الاستفزازات، التصريحات التصعيدية والتهديدات في شبه الجزيرة الكورية، خطاب واحد من زعيم كوريا الشمالية يقلب الموازين. فبعد خطاب القطبين الذي ألقاه زعيم كوريا الشمالية بمناسبة رأس السنة الميلادية، والذي وصل فيه تهديداته النووية للولايات المتحدة متفاخرا بزره النووي على مكتبه، اقترح كيم جونغ أون في الوقت نفسه إجراء مفاوضات مع كوريا الجنوبية لمناقشة تهدئة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وإمكانية مشاركة بلاده في الأولمبياد الشتوية المقرر إقامتها في الشطر الجنوبي الشهر المقبل. هذا الاقتراح الشمالي وجد الأبواب أمامه مشرعة في الجنوب وبترحيب غير مسبوق، لما لا؟ فلربما تصلح الرياضة ما أفسدته سنوات من السياسة،
وقد تكون ألعاب الأولمبياد في بيونغ تشانغ بادرة صلح ومدخل محادثات بعيدا عن النبرة التصعيدية المعتادة. كوريا الجنوبية سارعت إلى ترتيب موعد للقاء واختارت بان مونغوم المعروفة بقرية الهدنة، حيث وقع اتفاق الهدنة الكورية في عام 1953 والذي وضع نهاية للحرب الكورية، اختارته مكانا لعقد المباحثات، وبالتأكيد قبلت بيونغ يانغ. وأكثر من ذلك، اتفقت سيول مع واشنطن على تأجيل مناورات عسكرية كانت مقررة بين البلدين لما بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، المناورات التي عادة ما كانت تثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية. كل الظروف إذن تتهيأ لإنجاح المباحثات. أمريكا واليابان والصين وروسيا رحبوا متفائلين بعودة الخط الساخن للمباحثات الكورية، آمنين أن تكون المباحثات طريق الصلح وبث السلام. وعلى الرغم من أن الطابع الأول للمباحثات قد يكون رياضياً أولمبياً، إلا أنه قد يكون فرصة لترويض جموح كوريا الشمالية وطموحها النووي. عبر الهاتف من القاهرة مع دكتور أيمن سلامي، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور أيمن. إذن هل سؤال تقرير زميلة حنان ظاهر، هل تصلح الرياضة ما أفسدته السياسة؟ نعم، وحدث تماما هذا في السابق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية قبل توقيع الاتفاق النووي الأخير، حين أرسلت الإدارة الأمريكية أوباما فريق المصارعة لمصارعة العدو اللدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العدو اللدود الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن النقطة أو المحطة التاريخية في تمهيد الرياضة والألعاب والسلوك والأخلاق الأولمبية كما تفضلتم في ترويض المشاعر المتأججة والأعمال العدائية كان في بداية السبعينات من القرن المنصرم ما بين الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية، فريق أيضا البينج بونج تنس الطاولة. لذلك حين ذهب الفريق الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي نيكسون إلى بكين سميت بدبلوماسية البينج بونج، صحيح، ولكن أود أن أؤكد أن هذا التطور الإيجابي تطور طبيعي ومنطقي ما بين الدول والشعوب، وإن أتى متأخرا. طيب، الوضع على حافة الهاوية يعني بين ترامب وكيم جونغ أون، لنختصر، ما الذي سيفجر الوضع بهذه المباحثات يعني كعوامل من خلال المعطيات على الأرض، وما الذي يمكن أن يهدئه ولو كان لفترة وجيزة؟ سبق وفي هذه القناة الموقرة سبق أن أكدنا أن رجحان العقل والمنطق وأن المساعدين والمستشارين برمتهم للرئيس المتأجج المتفجر الرئيس الأمريكي ترامب ستغلب وسيعلو صوتهم على صوت الرئيس. في ذات الوقت كوريا الجنوبية واليابان من جانب آخر وحتى الصين في أقصى الكرة الأرضية وأقصى آسيا كلهم لا يريدون أن تنطلق، حتى ليس ينطلق الزر النووي، ولكن لا يأملون ولا يرجون أن يعيشوا لحظة انطلاق رصاصة واحدة. ينتظرون إطلاقه يعني للقيام بردة فعل أو؟ لا 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 لا، لم أقل هذا، أتحدث أن الجميع لا يريد أن يوجد حتى زر نووي ولا. طبعاً طبعاً، كلمة هيك حبيت أتأكد من الجملة. بس كمان أعود من ناحية كيم جونغ أون، قل دكتور أيمن إنه من حوله لن يسمح له أصلاً بأخذ هذه القرار، سيعلو هذا القرار سيعلو صوتهم على صوته، هذا ما قلته؟ أتحدث ما قلته عن الرئيس الأمريكي ترامب. منذ بداية الأزمة كل مستشاري ومساعدي وخبراء الرئيس الأمريكي ترامب من البداية عارضوا تصعيد المواقف. صحيح، في عندي مشكلة طلع مش عم بسمع ولا جواب. طيب دكتور أيمن، يعني صحيح بالنهاية لأنه ترامب قرار الحرب والسلم ليس لا يملكه رئيس الولايات المتحدة. أنا أشكرك من القاهرة دكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، شكرا.
فاصل قصير نتابع بعده. فيسبوك ويوتيوب وجوجل قد تواجه غرامات بسبب الإرهاب. أهلا بكم من جديد. قال وزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا إن بلاده تعتزم معاقبة شركات عمالقة الإنترنت وشبكات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الضرائب إذا لم تتعاون في مكافحة التطرف والإرهاب. ووصف الوزير الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بأنها مهتمة بتحقيق الأرباح، بينما تنفق الحكومات ملايين الدولارات لإرساء سياسة لمراقبة محتوى الإنترنت. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. كأنه قرية صغيرة، هكذا أصبح العالم بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع وثقت معظم تفاصيل حياتنا اليومية، فغدت منبرا للتعبير عن الرأي ولاعبا رئيسيا وفاعلا في المتغيرات الدولية. يقول كثيرون إنها سلاح ذو حدين، فبأطراف الأصابع وفي ثوان معدودة بمقدورك طواف العالم والاطلاع على أخبار من شتى بقاع الأرض في وقت قياسي، ولكنها في ذات الوقت تشكل خطرا على الشباب والأطفال لتسهيلها الدخول إلى جميع المواقع الإلكترونية التي أصبح لها دور مباشر في استقطاب ثلة من الشباب من قبل جماعات إرهابية. التطور المهول في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قدم خدمة غير مقصودة للتنظيمات المتطرفة التي قامت باستغلالها في التخطيط لهجمات إرهابية ضد أمن وسلامة الشعوب. التدفق غير المحدود للمعلومات والبيانات التي يمكن أن تستخدم في تنفيذ تلك الهجمات قرع أجراس الخطر دولياً. وزير الأمن البريطاني قال إن شركات الإنترنت ينبغي أن تواجه عقوبات ضريبية في حال إخفاقها في مواجهة خطر الإرهاب في بريطانيا، وذلك لأن شركات مثل فيسبوك وجوجل ويوتيوب أظهرت تباطؤا شديدا في حذف المحتوى المتطرف على مواقعها في الإنترنت. رد مواقع التواصل العالمية لم يتأخر على الوزير البريطاني. شركة فيسبوك انتقدت تصريحات تتهمها بإعطاء الأولوية للأرباح قبل الأمن، وأكدت أن ملايين الدولارات أنفقتها الشركة على استثمارات في التكنولوجيا للتعرف على المحتوى المتطرف وحذفه، فيما أكدت شركة يوتيوب أن التطرف مشكلة معقدة تمثل مواجهتها تحديا كبيرا أمام الجميع، وتعهدت بأن تكون جزءا من الحل لمعالجة هذه المشكلة. مما لا شك فيه أن الإرهاب الإلكتروني أصبح هاجسا يخيف العالم أجمع. تنامي لجوء الإرهابيين واعتمادهم على منصات التواصل الاجتماعي أضحى مسألة لا تحتمل التأجيل ولا يمكن السكوت عنها أكثر. يقول مسؤولون إن وقت التماس الأعذار قد انتهى، وأن الحكومات ينبغي أن تنظر في جميع الخيارات لتحفيز هذه الشركات، فيما ترد الشركات أن حشد الإرهاب لا يزال يحدث في الحياة اليومية من خلال علاقات حقيقية، لذا ينبغي للحكومات ألا تلقي اللوم على شركات التكنولوجيا وحدها. فهل سنشهد قريبا حلا جذريا لمسألة المحتوى المتطرف، أم أن سجال الحكومات مع مواقع التواصل في تواصل؟ كشفت دراسة أجراها المركز النرويجي لدراسات التوتر الناتج عن العنف والصدمات في جامعة أوسلو، كشف أن المراهقين الذين تعرضوا لصدمات وعنف ومن ضمن ذلك حوادث إرهابية يتسبب ذلك بمخاطر إصابتهم بالصداع والصداع النصفي. التفاصيل في هذا التقرير. لا يعتبر الصداع عادة عرضا لمرض خطير، مع ذلك تعد آلام الرأس واحدة من الشكاوى الطبية الأكثر شيوعا. حتى 15% من الأشخاص يلجؤون إلى تلقي العلاج الطبي بسبب الصداع. وقد أظهرت دراسات مختلفة حول أسباب الصداع أن أكثر من نصف الأشخاص يعانون من آلام الرأس مرة واحدة على الأقل في السنة دون أن يؤدي ذلك العرض إلى التوجه إلى الطبيب. الدراسة النرويجية الجديدة التي نشرت عكف الباحثون فيها على دراسة تكرار الإصابة بالصداع النصفي والصداع الناجم عن التوتر في 213 ممن نجوا من هجمات إرهابية تتراوح أعمارهم بين 13 عاما و20، وأفادت بأن المراهقين الذين يتعرضون لصدمات أو أحداث إرهابية ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي يوميا أو أسبوعيا. وتؤكد النتائج بذلك أن العنف والصدمات النفسية يمكن أن تؤدي إلى أعراض جسدية. كما أوضحت الدراسة أن هناك من لا يحصلون على ما يحتاجونه من مساعدة للتخلص من شكواهم الجسدية والنفسية، خاصة عندما تصبح أشد أو تتكرر بوتيرة أكبر.
أحد القائمين على الدراسة قالت إن المصائب النفسية خلال فترات نمو الحرجة تؤثر على المخ بطرق لا تحدث تغييرا في النفسية فحسب، لكنها تغير أيضا في أجهزة الأيض والمناعة والغدد الصماء والأعصاب، مما تؤدي إلى زيادة قابلية الجسم للإصابة بعدد كبير من أمراض البالغين والتي ربما تنتقل أيضا إلى الجيل التالي. نتائج الدراسة لا تشمل الأحداث الإرهابية فحسب، بل تمتد إلى إساءة معاملة الأطفال والاستغلال العاطفي والعنف الجنسي، كما أن الاستغلال في علاقات الأقران والتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يحدث نفس التأثير. معي من القصيم دكتور صالح عبد الله العقيل، باحث اجتماعي أخصائي في الجريمة، أستاذ في علم الجريمة في جامعة المجمع. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور صالح. أنتم في الجامعة وعندما تحللون هكذا موضوع آثار الجريمة على من يتعرض لها، على الضحية، إلى أي درجة تربطون بالموضوع الصحي فيما يتعلق بالصداع، فيما يتعلق بالوضع النفسي؟ الوضع النفسي يعني بطبيعة الحال، ولكن أكثر بموضوع هذه التفاصيل، صداع وما إلى ذلك. تفضل. أولا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا. طرح مثل هذا الموضوع الله يعطيكم العافية. فيما يتعلق بالنتيجة، خلينا نتكلم على التقرير اللي نشر. التقرير أنا أميل بشكل كبير إلى نتيجته، وعلى اعتبار أن الدراسة كانت الدراسة النرويجية هي كانت على مستوى قياس التوتر، نسبة التوتر، ومقارنتها في الصداع النصفي أو ألام الرأس التي يشعر بها عينة من الناجين من الإرهابيين، وعددهم 213 تقريبا، تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 20 سنة. معروف أنه بطبيعة الحال المجرم بشكل عام، سواء إرهابي أو حتى مجرم تقليدي أو أي شخص يخالف السلوك العام في المجتمع، معروف أنه يكون على درجة عالية من التوتر، وبالتالي هذا التوتر ينعكس بشكل مباشر سلبيا طبعا على صحة الإنسان. يعني حضرتك تقول أنه حتى على المجرم، هنا تتحدث بهذا الشق، ليس فقط على الضحية. بالضبط، حتى على المجرم التقليدي، يعني حتى على المجرم البسيط، المجرم التقليدي، مش الجرائم الأمنية، الجرائم ذات العلاقة في أمن الدولة، الإرهابيين أو غيرهم، حتى المجرم التقليدي، السارق أو المتحرش أو أبسط أنماط الجريمة، يكون الإنسان فيها يعني للأسف مقارنة بجرائم أخرى. صرنا نقول عن السارق والمتحرش بأنه جرائم بسيطة، واضح فكرتك طبعا، بس أنه مقارنة الجرائم التي نعيشها اليوم، أنا أقصد أنها جرائم بسيطة، مش جرائم بسيطة على من حيث آثارها على الضحية، لا، أنا أو على القيمة الاجتماعية، أنا أقصد جرائم بسيطة يمكن أقل عنفا مقارنة بجرائم أكبر. صحيح، واضح، مقارنة بالجرائم الأخرى. لذلك هذا النوع من الجرائم أو هذه الجريمة بشكل عام تؤدي، تجعل الجاني أو تجعل المجرم في حالة توتر، وبالتالي هذا ينعكس سلبيا على صحته من حيث الصداع النصفي أو آلام الرأس اللي ركزت عليها الدراسة أو التقرير في اللي عمل في النرويج. فيما يتعلق بشكل عام في سؤالك، إلى أي مدى أنه ممكن نعتبر هناك علاقة ما بين المجرم أو صحة أو المجرم وصحته؟ العلاقة تقوم على حالة المجرم أثناء أداء الجريمة أو أثناء التخطيط للجريمة قبل وبعد. أحيانا حتى لما نقيس مثلا صحة الإنسان المجرم قبل تنفيذ الجريمة وبعد تنفيذ الجريمة، الجانب النفسي خلينا نركز نقول، أكيد أنه هناك فرق كبير بين الحالتين قبل وبعد. قبل أكثر؟ عفوا؟ قبل أكثر توتر تقصد؟ أكيد أكيد، مع أنه بعد ربما لو كان في يعني ضمير صاحي سيكون أيضا توتر، صحيح؟ قد يكون في توتر، ولكنه يمكن التوتر يمكن ما نطلق عليه توتر اللي بعد، ممكن نطلق عليه مثلا الضمير، إذا كان في ضمير مثلا، إذا كان في ضمير صح، أو خوف ربما من ملاحقة أمنية أو ما إلى ذلك. إذا كان فيه مثلا أثر وقع، أنه قد يكون هذا
يؤدي إلى نوع من التوتر إذا كان وقع منه شيء قد يوصل إليه من خلال رجال الأمن أو من خلال المختصين. أضيف إلى كده أنا قبل ما تختموا بس لأن أعرف أنكم برنامجكم دائما شيق وبرنامجكم دائما تسلم لكن لوجودكم. لازم نتفق على أساسية مهمة جدا جدا أو مسلمة خليني أقول. لا يمكن الجزم في السلوك لدرجة 100%. لا يمكن تعميم السلوك بين الناس بشكل عام. لا يمكن. يعني حتى الدراسة اللي قدمتها المركز النرويجي رغم أنها تعتبر نتيجة مرة رائعة إلا أنه لا يمكن تعميمها إلا على أفراد العينة اللي هم 213. لكن لا يمكن تعميمها على المجتمع البشري بشكل عام. لأنها لها علاقة بالبيهيفير، لها علاقة في السلوك. السلوك يختلف من شخص إلى آخر ولا يمكن الجزم به. Exactly زي لما نقول مثلا الطلاق يؤدي إلى أو التفكك الأسري يؤدي إلى انحراف العدد. ليس بالضرورة، هذا يعتمد على كل حالة على حدة. صحيح واضح. اعذرني يعني طبعا مشاركة شيقة كالعادة. انتهى وقت الاتصال من القصيم. دكتور صالح عبد الله العقيل الباحث الاجتماعي أخصائي في الجريمة أستاذ علم الجريمة في جامعة المجمعة، شكرا. فاصل قصير مشاهدينا أخير نتابع بعده. رياض محرز يستعد لخلافة كوتينو في ليفربول. أهلا بكم من جديد. الحروق واحدة من أكثر الإصابات المنزلية شيوعا خاصة بين الأطفال، ويمكن لمعظم الناس تعافي من الحروق دون عواقب صحية خطيرة اعتمادا على سبب ودرجة الإصابة. الحروق الأكثر خطورة تتطلب رعاية طبية عاجلة فورية لمنع حدوث مضاعفات قد تؤدي للموت. تفاصيل أوفى مع المختصة في الملف الصحي بغرفة أخبار الآن عبير عبد الله. نتعرض في حياتنا اليومية إلى خطر الإصابة بالحروق، وتتفاوت درجة الحروق بين حروق طفيفة وحروق شديدة. التقينا باستشار الجراحة التجميلية الطبيب مروان الزرعوني، وتحدث عن أسباب كثرة الحروق في فصل الشتاء والعلاجات التجميلية اللازمة للحروق، وأفادنا بالتالي. أنا الدكتور مروان زرعوني، استشاري جراحة التجميل، رئيس قسم جراحة التجميل والحروق في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي، ورئيس جمعية الإمارات لجراحة التجميل. اليوم بنتكلم عن الحروق وأسباب الحروق. الحروق يمكن أنتم تعرفون عن مجرد معلومات بسيطة، مجرد آثار أو حروق بسيطة ممكن تصير لكم في البيت أو في العمل، مجرد ماء حار انصب على إيدكم، لكن الحروق أكبر من كذي. عندنا نحن عدد كبير من المرضى اللي يدخلون عندنا القسم لأسباب مختلفة ولمواسم مختلفة. مثلا خلال الفترة هاي فترة الشتاء أغلب الناس يروحون للبر أو يروحون يعني أماكن برع البيت، أماكن بعيدة، ويكون يلبقون ضوء ويسوون باربيكيو هالأمور، فما ياخذون الاجراءات اللي المفروض يسوونها على اساس انهم يتفادون الحروق. ممكن يستخدمون مواد انها تحترق بسرعه، او ممكن ما يحطون حواجز بينهم وبين المكان اللي يسوون فيه الباربيكيو، او انهم يستخدمون نوع من الملابس اللي تحترق بسرعه، ففي النهايه تصيبهم الحروق هاي. فنحن لهالاسباب كلها نسوي نوع من التوعية للناس على أساس أنهم يتفادون هالنوع من المشاكل، ونفس الوقت نحن ما نبغيهم أنهم يجون المستشفى عندنا بهالإصابات الصعبة، وممكن الآثار تكون موجودة عندهم لفترة طويلة وصعب علاجها، وحتى إذا عالجناها تصير نوع من التشوهات، والتشوهات هاي ممكن نحن نخفف منها لكن الآثار تكون موجودة، وفي النهاية بيكون في آثار جسمانية وآثار نفسية تكون على المريض. فنحن فتحنا قسم للحروق في مستشفى راشد في هيئة الصحة، نستقبل فيها كل الحالات الكبيرة، الحالات اللي علاقة بكل أنواع الحروق اللي ذكرتها، لكن بنسبة كبيرة، مثلا نسبة 20 أو 30% وفوق. الأقل من كذي نحن نعطيهم نصائح من الحوادث ويكملون العلاج في البيت، ونتابعهم بشكل يومي أو أسبوعي. لكن الحالات الأخطر ندخلهم المستشفى
وفي المستشفى نحن عنا قسم للعناية المركزة للحروق وعنا الغرف الخاصة على أساس أن نقدم لهم الخدمة اللي هم محتاجينها ونعالج الحروق اللي موجودة. وفي جزء من القسم هذا خلينا نوع نحن نسميه الباثتاب روم. الباثتاب روم هذا مثل حوض صغير ندخل المريض فيه نغسله حق المرضى اللي مو بقادرين انهم ينظفون اعمارهم لانهم يكونون راقدين فتره طويله على السرير ومحروقين، فنشلهم بطريقه معينه وندخلهم في الحوض هذا ونغسلهم ونعقمهم ونرجعهم مره ثانيه على السرير، ونستخدم انواع خاصه من الغيار على اساس انه يتفادى الالتهابات اللي موجوده ويساعد في التئام الجرح بطريقه سليمه. وبعدين كل فتره ندخلهم غرفه العمليات على اساس ان ننظف الاماكن المحروقه ونغطيه اما برقع جلديه ناخذها من المريض او نغطيه بنوع من الغيار اللي ذكرته في البدايه على اساس انه يساعد في التئام الجرح. وبنفس الوقت في خلال وجوده في المستشفى نحن ننسق مع قسم العلاج الطبيعي وقسم التغذيه على اساس نعطيهم نوع من التغذيه اللي تناسب الشخص المحروق على اساس يقدر يرجع لحالته الطبيعيه باسرع وقت ممكن، والعلاج الطبيعي على اساس انه يتحرك ويرجع لحياته الطبيعيه والنظام الطبيعي اللي هو عايشنا يوميا. عقبات بنكيه كبيره تواجه المهاجرين وذوي الدخل المحدود في المملكه المتحده دفعت بمهاجر عربي لابتكار فكرة جديدة تساعدهم في تخطي هذه الصعوبات بحيث يصبح لهم مصرفهم الخاص. من هنا ولدت فكرة منصة باب المصرفية، نتعرف عليها مع دانيا أمين في سياق تقرير التالي. هل فكرت يوما بامتلاك مصرفك الخاص؟ ربما لم يعد ذلك حلما يصعب تحقيقه، فبعد أن واجه الشاب رشد صعوبات مالية لدى وصوله إلى بريطانيا للدراسة، قرر إيجاد حل يتجاوز عقبات الحياة في المملكة المتحدة التي يعتمد الجميع فيها على التقنيات الحديثة في التعاملات اليومية مثل ركوب الحافلة والتسوق، وهو ما لا يمكن إتمامه من دون حساب مصرفي يصعب الحصول عليه بسبب صرامة القوانين. من هنا ولدت فكرة منصة باب. طبعا اول ما جئت على بريطانيا كاي طبعا مهاجر محتاج افتح حساب بنكي لاول مره في بريطانيا. طبعا للاسف البنوك هنا عندها سياسه باني ما تفتح حسابات الا الاشخاص الذي عندهم تاريخ في بريطانيا او عندهم عنوان ثابت. باب هو مجرد يعني السوشيال اب، يعني زي مثلا واتساب ممكن تنزلها عندك في التليفون وتاخذ فويس اند فيس اللي هو بصمه الصوت والصوره، وبعدين ممكن تضيف أصدقائك الأهل والأقارب وتسوي انتراكشن نفس تتواصلوا نفس الواتساب. احنا بنستخدم التكنولوجيا اللي هي خلف البيتكوين بالضبط، فهذه ميزة كبيرة جدا. تتيح منصة باب المصرفية التي تعتمد على التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى تسهيل التعاملات المالية بين الأفراد والحصول على القروض الشخصية وتحويل الأموال من أي مكان في العالم. نحن أيضا نقوم بدعم الأفراد الذين واجهوا كوارث والحروب واضطروا إلى الهجرة من بلادهم بدون أوراق ثبوتية أو مدخرات، فلذلك نقوم بمنحهم حسابات بنكية تسمح لهم على الأقل بتحويل الأموال بطريقة أسرع وأمن وأقل تكلفة من أي مكان في العالم. أحمد شاب سوري لجأ إلى بريطانيا قبل 4 سنوات يعاني من صعوبة تحويل واستلام الأموال بسبب القيود المفروضة عليه كلاجئ، ليجد في باب حلاً لمشكلته. من وصولي لهون وأنا عم عاني من مشكلة تحويل الأموال من اسمي ولاسمي كوني لاجئ، ونسبة الفائدة الكبيرة اللي عم تاخدها شركات التحويل، فأمري بمنصة باب تكون قدرت تلاقينا حل لهالمشاكل المصرفية اللي عم نعاني منها. يسعى رشد وفريقه من خلال هذا المشروع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة في إيجاد أسهل الطرق لتسيير تعاملاتهم المالية. دانيا أمين، أخبار الآن، لندن. أكدت تقارير صحفية أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي وقع على عقد انضمامه إلى ليفربول لتعويض رحيل النجم البرازيلي فيليب كوتينو إلى برشلونة. التقرير التالي والتفاصيل. بعدما حسمت صفقة انتقال نجمه كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي الجاري،
فإن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ التحرك لإيجاد الخليفة المناسب للاعبه الدولي البرازيلي، ويبدو أنه قد وجد ضالته في الجزائر رياض محرز. تقارير عدة كانت قد ربطت اللاعب الدولي الفرنسي توماس ليمار بالانضمام إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليعوض رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى نادي برشلونة، إلى أن صحيفة ليكيب الفرنسية أفادت أن إدارة الريدز قد حولت أنظارها نحو الجزائري رياض محرز نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي. ليكيب أوضحت أن نادي ليفربول يرى في محرز صفقة مثالية بتكلفة أقل من ليمار، بحيث يطلب ليستر سيتي 50 مليون يورو للتنازل عن لاعبه الجزائري، في حين يشترط نادي موناكو الفرنسي مبلغ 90 مليون يورو لتسريح النجم الفرنسي. وكان ليفربول قد دخل بقوة على خط التعاقد مع محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم قبل الماضي، وذلك إلى جانب تشيلسي الذي أبدى بدوره رغبة شديدة في ضم أيقونة الجزائر. وفي حال ترسيم انتقال محرز إلى ليفربول فإنه سيصبح زميلا لنجم عربي آخر، ونعني به المصري محمد صلاح الحائز مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017. دائما للمزيد يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته. وأنا أشكركم دائما من استديوهاتنا في دبي على المتابعة، ألقاكم غدا بإذن الله في نفس الزمان ونفس المكان، تابعونا.